حلقة جديدة من سوريا اليوم، أهلا بكم. يستمر العمل لكبح جماح ذلك الزائر الثقيل المخيف فيروس كورونا. بعد وصوله إلى الشمال السوري تواصل الجهات الطبية تتبع المخالطين للحالات التي تم الكشف عنها في مشفى باب الهوى. وصلت العينات إلى 94 عينة، نتائجها كلها سالبة، إلا أن ذلك لا يكفي. يقول فريق منسقو الاستجابة ثمة ما هو قادم مخيف أكثر. إذا وصل ذلك الزائر إلى مخيمات المعذبين في الشمال ستكون تلك المخيمات قنابل موقوتة تشعل المنطقة بجحيم، يضاف إلى مأساة 1.5 مليون إنسان يقطنون تلك المخيمات. يقول منسقو الاستجابة أيضا على الجميع رفع الجاهزية القصوى لتأمين المياه النظيفة ومواد النظافة الشخصية وتعقيم وتطهير كل الأماكن التي قد تكون بؤرة لتفشي الفيروس، إضافة إلى تجهيز مراكز للحجر الصحي إذا لم تكن لمواجهته فلتكن لمنعه من الوصول إلى المخيمات على أقل تقدير. أعلنت شبكة الإنذار المبكر عن إجراء 94 فحصاً مخبرياً لأشخاص مخالطين لحالات الإصابة التي سجلت في الشمال، ليصل عدد العينات إلى 2505 حالات دون تسجيل أي حالة إصابة جديدة. هذا وطالب فريق منسقو الاستجابة الجهات المعنية في الشأن الطبي بالعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية خوفاً من تمدد الفيروس ووصوله إلى مخيمات النازحين التي قد تكون قنابل موقوتة حسب التوصيف. تتواصل تداعيات فيروس كورونا بعد وصوله إلى شمال سوريا. شبح هذا الوباء يخيم على آلاف سكان المنطقة نتيجة الانهيار الكبير في نظامها الصحي. وقع وصول الفيروس شكل صدمة كبيرة لدى المنظمات الإنسانية، ترافقت مع تحذيرات أممية ودولية حول خطورة الوضع في الشمال. وصول الفيروس إلى الشمال عبر طبيب قادم من تركيا، تبعه الإعلان عن 3 إصابات أخرى، دعا إلى اتخاذ إجراءات سريعة تضمنت حجراً كاملاً لمشافي وكوادر طبية ومخالطين للمرضى لمنع تمدد الفيروس. شبكة الإنذار المبكر أعلنت عن إجراء أكثر من 94 فحصاً لمخالطين للحالات المصابة، ليرتفع عدد العينات التي جرى عليها الفحص المخبري إلى 2505 عينات دون تسجيل أي حالة إصابة جديدة. وأمام تطورات الواقع الصحي الجديد في الشمال، فريق منسقو الاستجابة أعلن عن خطورة الوضع الإنساني، مشيراً إلى تحول المخيمات إلى قنابل موقوتة في حال وصل الفيروس إليها. وطالب الفريق كافة الجهات المعنية باستشعار خطورة موقف والتحرك الفوري لتشكيل فرق للطوارئ وحشد الجهود المحلية تحسباً لمواجهة أي توسع لحالات الإصابة لتقليل الأضرار قدر الإمكان. وأكد الفريق على جملة من الإجراءات الاحترازية المتضمنة تجهيز المخيمات ورفدها بالمتطلبات الأساسية من المياه النظيفة ومستلزمات النظافة الشخصية والعامة وإجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمخيمات، إضافة إلى تجهيز غرف العزل الصحي في المخيمات العشوائية وإنشاء مراكز استعلام على مدار الساعة للربط بين كافة الجهات الطبية وتحديد أماكن توجيه الحالات المشتبه بها إلى مراكز فحص معتمدة تعمل بشكل مستمر لضبط كافة الحالات المثبتة أو المشتبه بها. للنقاش ينضم إلينا من غازي عنتاب مدير البرامج في وزارة الصحة بالحكومة السورية المؤقتة الدكتور رامي كلزي، وينضم إلينا أيضا من مدينة ليون الفرنسية الدكتور المتخصص في علم الفيروسات والخبير في منظمة الصحة العالمية الدكتور يحيى مكي. أيضا ينضم إلينا من الداخل السوري من مدينة إدلب عبر خدمة سكايب الدكتور وسيم زكريا، وهو متخصص في الأمراض الباطنية في المشفى الوطني بإدلب. دكتور وسيم، أبدأ من عندك، لم نشهد بعد بدء موجة كورونا في أوائل آذار مارس تقريبا من هذا العام تسجيل أي من الإصابات، إلا أننا فجأة صحونا على 4 إصابات. برأيك ما السبب، وهل ندق ناقوس الخطر في الشمال السوري وسط تحذيرات من ارتفاع عدد الإصابات؟
حياكم الله ونشكركم على الاستضافة. طبعا يعني من حوالي 6 أشهر كنا يعني نواجه الكثير من حالات الانتانات التنفسية التي تراجع المشفى الوطني والمشافي الأخرى التي تستقبل الحالات الداخلية، وكانت معظم هذه الحالات يعني تشابه إلى حد ما الأعراض التي يعاني منها مريض المصاب بفيروس كورونا، وكنا نجري هذه التحاليل، وكانت التحاليل معظمها أو كلها كانت تأتي سلبية. وأعتقد أن وصل عدد التحاليل حتى يعني بداية شهر حزيران حوالي 2000 تحليل، وكانت كلها سلبية الحقيقة. يعني ببداية الشهر الماضي فتحت الحدود بين سوريا وتركيا، ولا شك أن هناك الكثير من حالات يعني التهريب من مناطق سيطرة النظام السوري، وكلا البلدين تركيا والنظام السوري لديه وباء منتشر بشدة، وخاصة المناطق الجنوبية من تركيا الفترة الأخيرة تم الانفتاح بشكل كبير، وعانت هذه المناطق من اشتداد وزيادة في هذه الحالات. عندما فتحت الحدود وأصبحت يعني تدخل عامة الشعب من التجار والأطباء وحتى الموظفين والإداريين في المنظمات، يبدو أن الفيروس انتقل بشكل ما، سواء عن طريق يعني عمليات التهريب من مناطق النظام أو من المناطق التركية. ويعني لحسن الحظ كما يقولون أن أول حالة مكتشفة هي عبر طبيب في مشفى باب الهوى، وكون هذا الطبيب يعلم بأعراض الكورونا ويعلم أن خطورة هذا المرض، فاتجه مباشرة إلى عزل نفسه والاتجاه والتواصل مع شبكة الإنذار المبكر لإجراء التحليل، وكانت النتيجة إيجابية كما تعلمون. بحسب معلوماتك دكتور وسيم، هل تم فحص جميع المخالطين للمصابين بكورونا في الشمال السوري؟ نعم طبعا، مباشرة بمجرد معرفة إيجابية الحالة تم حجر المشفى بشكل كامل وإيقافه عن العمل والاستقبال المرضى وعدم تخريج أي مريض، وتم إحصاء المخالطين جميعهم وأجريت التحاليل لجميع المخالطين وجميع الموجودين في المشفى، وعبر هذه الوسيلة التي اتبعت تم كشف الحالات الثلاثة الأخرى. كانوا من المخالطين أفهم منك؟ نعم هم كانوا من المخالطين، وتم التواصل وإجراء منشورات وإعلانات عبر الوسائل التواصل التي تبثها مديريات الصحة في الداخل لأجل مراجعة أو الاتصال من قبل أي شخص راجع المشفى أو تواصل مع الطبيب المصاب أو الحالات الأربعة التي تم إثباتها. الحمد لله كل الحالات حتى تاريخ البارحة الساعة 12 ليلا أصدرت شبكة الإنذار المبكر جميع التحاليل للمخالطين وكانت سلبية لله الحمد. عدد الفحوصات 2500، ليس كذلك دكتور وسيم؟ للتوضيح 2500 تحليل وفقط 4 حالات إيجابية حتى هذه اللحظة. نعم الدكتور رامي يرحب بك مرة أخرى، هل تكفي حالة الاستنفار الطبي التي أعلنتها الهيئات والمنظمات الطبية في الشمال السوري لتدارك وتجنب أي سيناريوهات أسوأ، أم أننا في الشمال السوري ولأننا في وضع استثنائي فنحن نحتاج إلى خطة استثنائية لمواجهة تفشي هذا الفيروس لا سيما في المخيمات أيضا؟ نعم شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم الكريمة. نعم سؤال مهم حقيقة، ونشكر الدكتور وسيم على التفاصيل التي أوردها. في الحقيقة الخطة موجودة أصلا، وعملية التخطيط بدأت منذ أوائل آذار بإطلاق من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الفاعلة في القطاع الصحي، وتم تعديل الخطة عدة مرات لحين الوصول إلى النسخة النهائية منها، مع رفع الأرقام أو السقف دعنا نقول من حيث الاحتياجات والتمويل. الواقع أن الاستنفار وحده حتما لا يكفي، لأن أهم مكون لدينا لمجابهة هذا الفيروس هو الوعي المجتمعي والوعي الذاتي، وخاصة أن النظام الصحي كما أسلفنا عبر قناتكم الكريمة وعبر قنوات أخرى وكما هو معروف لدى الجميع أن النظام الصحي في المنطقة أساسا هش ضعيف، يفتقر إلى الحدود الدنيا حقيقة وفق المعايير العالمية من عدد الأسرة، عدد أسرة العناية المشددة، عدد أجهزة التنفس الاصطناعي، عدد الكوادر الطبية،
وكثير من التخصصات المفقودة إلى آخره. وبالتالي يبقى السلاح الأهم بيدنا هو الوقاية، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج كما نعرف منذ نعومة أظفارنا. فالوعي المجتمعي والوعي الذاتي هو السلاح الأهم، والالتزام من قبل السكان هو أهم ما يمكننا أن نواجه به هذا الفيروس. وكما ذكرنا مرارا، الموضوع أو الوباء ليس من المتوقع القضاء عليه بشكل سريع، ولا من المتوقع أن يعني يكبح جماح انتشاره إلى درجة محدودة جدا، حيث عجزت الدول الكبرى بأنظمة صحية متطورة جدا عن ذلك. لكن الغاية دائما من الخطة ومن الاستجابة والاستنفار هو تسطيح المنحنى، بحيث أن الحالات التي تصاب لا قدر الله ترتفع بشكل متباطئ بدلا أن تكون بشكل كتلي متسارع، وبالتالي تؤدي إلى انهيار وعجز في النظام الصحي عن استقبال الحالات المصابة. نعم دكتور رامي، أنتم في الحكومة المؤقتة هل أعددتم أي خطة لتطبيق هذا الكلام الذي تحدثت به عن أساليب الوقاية وما إلى ذلك من هذا الكلام؟ الخطة هي وضعت أساسا بالتشارك مع جميع الفاعلين، سواء وزارة الصحة، منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية الأخرى، وحتما بتنفيذ من المديريات الصحة، وبمشاركة أيضا من الدفاع المدني وجميع الفاعلين حقيقة أو الذين لهم دور في القطاع الصحي. فكانت الخطة تشمل 8 أعمدة أساسية للاستجابة، مثل الوعي التوعية المجتمعية، إدارة الحالة، الاختبارات والتقصي، العمليات اللوجستية إلى آخره. فالخطة نعم تمت بالمشاركة مع الجميع. الاستنفار عندما بدأ، أول ما بدأ باجتماع لكامل كادر الحكومة المؤقتة، وأوصى وزير الصحة دكتور مرام جميع الوزراء وأعضاء الحكومة الآخرين بالتوصيات أو الإجراءات الواجب اتخاذها في كافة القطاعات، سواء كانت التعليم، الدفاع، في المخيمات إلى آخره. فالمنتظر هو التزام الناس، وحقيقة قدوم الموارد المطلوبة للمساعدة في تنفيذ هذه الخطط. سنأتي على نقطة الاحتياجات وأين يكمن العجز تحديدا، ولكن مساء الخير دكتور يحيى من جديد. إلى أي حد يحتاج الوضع في سوريا إلى تضافر جهود دولية وإلى جهود استثنائية أيضا، خصوصا في نتحدث هنا عن الشمال الغربي الخاضع للمعارضة، حيث يعج بالمخيمات، يعج بالناس، هناك أكثر من 4 ملايين نسمة، يعني خلال سنة 83 منشأة طبية تم تدميرها بفعل القصف، لا يوجد بنى تحتية طبية ولا يوجد منشآت أيضا. كيف تجد علاج الموضوع هناك فيما يتعلق بمواجهة كورونا دكتور يحيى؟ تحيتي لكم سيد الكريم ولك سادتنا الضيوف الكرام سيد الدكتور وسيم والدكتور رامي، ولكل مشاهدي الكرام ولشعبنا السوري وخاصة في المخيمات والمنطقة. هو بالنسبة للوباء ما نعرفه هو أنه الفيروس تغير، وما ندعو الله سبحانه وتعالى أن النسخة التي أصابت بعض الأعضاء في الشمال الغربي من سوريا هو أنه النسخة الأصلية الصينية وليست النسخة الأمريكية أو النسخة الأوروبية التي هي شرسة وقوية وتنتشر بسرعة، ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذا. لكن نظرا للأزمة ونظرا للمخيمات والاحتكاك ما بين اللاجئين والتقارب، فأهم شيء وأبسط وسيلة التي نستطيع حتى أن نحافظ على الأشخاص هو استعمال القناع، وحتى وإن لم تكن فيه أقنعة، وزارة الصحة ربما لا تستطيع أن تقدم كل أقنعة لكل لاجئين تقريبا 4 ملايين في المنطقة، فربما على الأقل وجه ندائي لكل الأمهات والأخوات الشريفات الكريمات أن بالخياطة يخيطن أقمشة حتى يكون فيه أقنعة أقمشة لهن ولأزواجهن وللإخوة وللرجال وحتى للأطفال، حتى لا ترتكبهم العدوى، لأنه نظرا للتضايق في الاكتظاظ في المخيمات ولا فيه يعني أي وسائل يعني للنظافة أو لكأنه مساكن حية، فهنا رمي الأوسخ كيف يكون، كيف يكون تصريف المياه القذرة أكرمكم الله، لأنه إذا أصيب الفيروس يكون كذلك في الغائط ويعدي، وهذا أثبت في عدة دول. فأنا أكثر ما أتكلم علميا عن الفيروس أتكلم كيف أحمي شعبنا السوري وكيف أحمي إخواننا اللاجئين. فالحماية الأولى هي القناع، والقناع بالقماش يحمي جيدا، خاصة نقوم بثلاث أطراف من الأقمشة ونخيطها ونستعملها، وكل هذا لازم يستعمله الأطفال، الرجال، الكبار، وحتى الأطفال نعلمهم كيف يمزحون بهذا القناع. ثانيا هو استعمال الماء المبيض الجافيل كلور
الذي نخففه إلى درجة 1%، ونستعمله ونطهره حتى الخيم بجوار الخيمة، كل خيمة خلطه بالماء تقصد أليس كذا؟ نعم، خلطه بالماء حتى نقلل من أنه تقريبا إذا أتيناه بالمصنع يكون 5 درجات أو 10 درجات فهو قوي، فنخففه إلى درجة واحدة مثلا. إذا كان 5 درجات فنأخذ مثلا لتر من الماء الجافيل ونخلطه بالماء 4 لترات من الماء، وهنا نستعمله لتطهير الأواني، لتطهير خاصة الخيمة وناحية الفراش، وحتى عند دخول الخيمة، ونترك كل الأحذية عند دخول الخيمة، المخيل الخيمة نعم، حيث يسكن اللاجئين، وكذلك تطهير الأيدي وعدم استعمال يعني الأكل مع الجماعي ومع يعني المخيمات والحر، نحن في فصل الصيف والحر، والدليل ما يخيفنا هو أن هذا الفيروس تأقلم مع الحرارة. كلنا كنا ننتظر، وأنا تكلمت من خلال شاشتكم الكريمة في شهر مارس على ما أظن الماضي، وتكلمت وقلت بأنه ربما هذا الفيروس يكون شتوي كإخوانه من العائلة، نفس العائلة كورونا فيروس 229-43-69، لكن اليوم أصبح هذا الفيروس تكاثر بشدة، ونرى اليوم عدد الإصابات في أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية ما يفوق 135 ألف وفيات، البرازيل فاق 72 ألف، وانتشر كذلك في القطب الجنوبي من القارة التي هي في فصل الشتاء، جنوب أمريكا الجنوبية وإفريقيا الجنوبية وأستراليا أصيبت اليوم، وحتى أستراليا قامت بحجر صحي لكل منطقة الشرقية من القارة، منطقة فيكتوريا. فهنا ما نتخوفه اليوم بأن الفيروس تمكن من الكرة الأرضية ولا يترك مدينة إلا وأصابها أو قارة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحمي إخواننا في المخيمات. لكن نصيحتي الأولى عدم المصافحة، عدم القبلة، عدم خاصة العيد الأضحى القريب كذلك، عدم مقابلة والمصافحة في العيد إلا بالتحية والسلام من بعيد، وخاصة أهم شيء غسل الأيدي حتى وإن لم نجد الكحول، لأنه ليس ربما في صيدليات وليست فيها توزيع، على الأقل بالماء والصابون الطهور فينظف ويقتل الفيروس، واستعمال الماء الجافيل في كل الأماكن، في الطاولات، في خاصة في المخيمات ومن بين خيمة وخيمة، وأحسن شيء هو القناع سيدي الكريم. دكتور يحيى، ذكرت لي نقطة فيما يتعلق بقوة الفيروس أو نوع الفيروس، وأيضا هل يؤثر عامل المناخ على الحد من الانتشار طالما نحن في شهر تموز وربما أكثر حرارة منه في شهر آذار؟ لا سيدي، ما يثبت اليوم سيدي الكريم، ونحن في دراسة اليوم ثبتنا بأن هذا الفيروس انتشر وظهر في أواخر خريف 2019، وانتشر في شهر ديسمبر آخر شهر من السنة الميلادية، وبدأ في شهر جانفي، ومن ثم انتشر إلى إيران، إلى أوروبا في الشتاء، ومن ثم في الربيع، واليوم ها نحن في الصيف في شهر جويليا، واليوم انتشر بشدة وبكثرة، وعاد من جديد وانتشر بكثرة في الجزائر، في مصر، في المملكة العربية السعودية، إصابات عديدة وفي كل الدول تقريبا. اليوم مثلا أثبت في مدينة في الصين، في مدينة حكم إنسان واحد أصيب، فقمنا ببحث من كانوا باحتكاكه هذا الشخص، فأعدى 72 أشخاص وأين ارتكب هذا الفيروس، ووجد بأن هذا الفيروس أصله من أصل الأمريكي، النسخة التي ضربت أمريكا وأوروبا وهي القاتلة شراسة، أكثر شراسة وقتلا، فوجد بهذا الإنسان أخذ المصعد، ما يسمى بالأسانسور عندنا الفرنسية، أخذ المصعد فأعدى كل أهل العمارة بالمصعد، 72 شخص. فالفيروس هذا تغير، له تغيرات جينية، ومن بين التغيرات والذي أعطى شراسته في أوروبا وأمريكا في الجينات التي تتحكم في تكوين البروتين الخارج عن الغلاف التي هو سبايك، الذي هو يلتصق بالخلايا الرئوية أو الكلى أو القلب ويدمرها ويتكاثر فيها ويدمرها من بعد. ففي المرحلة منطقة 614 في الحمض المركب الجيني كان حمض غليطاميك تغير وأصبح غليسين، ففي هذا التغير العلماء يثبتون بأن هذا الفيروس أصبح شرسا وقويا في سرعته وفي شراسته. نعم سيدي. نعم، أعود إلى الدكتور وسيم زكريا معنا من إدلب. بالنظر إلى الإمكانيات، ما الضروري والعاجل اتخاذه لتجنب أي سيناريوهات أسوأ؟ الحقيقة يعني نتيجة إصابة الكادر الطبي في مشفى باب الهوى أو بعض الكادر الطبي حصل تخبط لدينا مباشر، يعني لم نكن نتوقع أن البداية تكون بالكادر الطبي، ولكن قدر الله أن تكون الكادر الطبي بسبب وعيهم بيعني أعراض الفيروس، فاضطررنا إلى أغلاق عدة مشافي، 3 مشافي أغلقت
بسبب هذه الحادثة، ويتم الآن العمل على تقييمها وستعود للعمل خلال الأسابيع القادمة. فلذلك يعني نحن بحاجة افتتاح مشافي خاصة بالعزل. تم افتتاح أربع مشافي، إحداها في مدينة إدلب، مشفيين بمدينة إدلب، ومشفى في كفر تخاريم، ومشفى في الدانة مدينة الدانة. يعني هذه المشافي يعني لها قدرة استيعابية ليست بالكثيرة، يعني تقريبا حوالي 50 إلى 60 سرير. ممكن هاي الأسرة تمتلئ في حال لا سمح الله تفشى الوباء. نحن بحاجة افتتاح مراكز عزل مجتمعية بشكل أكبر. هناك خطة، أكيد أخونا الدكتور رامي مشكورا سيتكلم عن هذه الخطة، وبالإضافة إلى توزيع يعني وسائل الوقاية الشخصية للمشافي ولعامة الناس، بحيث يلتزم عامة الناس بلبس الكمامة الطبية أو حتى القماشية التي توصي بها يعني منظمة الصحة العالمية. هناك العديد من المبادرات يعني المدنية، المجتمع المدني يقومون بصنع هذه الكمامات طبعا بأعداد محدودة. أتمنى أن تكون هناك يعني وسائل وقاية متوفرة في جميع المراكز الصحية والمشافي، بحيث نتعايش مع هذا الفيروس ونكون آمنين بالابتعاد عنه. حقيقة المطلوب أيضا من يعني السلطات المحلية الموجودة في شمال غرب سوريا يعني السيطرة على الوضع، منع التجمعات، إيقاف التجمعات، إيقاف المؤتمرات، إيقاف في عندنا يعني أسواق أو بسموها البازارات هنا. برأيك هل هناك حالات تسيب من قبل المؤسسات والمجالس المحلية فيما أو استهتار إن صح التعبير فيما يتعلق بالفيروس دكتور يعني وسيم؟ سبحان الله، تأخير دخول الفيروس إلى مناطقنا. بالبداية كان هناك عدة يعني إجراءات حدت من موضوع التجمعات، لكن الفترة الأخيرة بعد عدم دخول أي تسجيل أي حالة فرجعت كل الأمور مثل ما كانت. فالآن مطلوب من السلطات المحلية أن تقوم ب يعني ضبط هذه الأمور. نرى الآن امتحانات شهادات الإعدادية والثانوية بدأت أمس تجري بشكل جيد، ويعني تم توزيع الكمامات اليوم، طلعت عبر وسائل التواصل. الطلاب يعني يقومون بالعملية الامتحانية عبر الكمامات، ويعني أيضا هناك تعقيم للأيدي قبل الدخول للمدرسة. الحمد لله الأمور تجري يعني بشكل بطيء، لكن نتمنى أن لا تصل إلى الحد الذي يتفشى فيه الفيروس. فنطلب من السلطات المحلية ضبط هذه التجمعات والبازارات وإلى آخره. نعم دكتور رامي، أعود إليك. رفع عدد الفحوصات يعني 2500 من أصل 4 ملايين إنسان خلال 6 أشهر تقريبا، يعني البعض يرى أن عدد الفحوصات قليل ربما بالنظر إلى الإمكانات، ولكن هل يوجد لدى الحكومة المؤقتة أو المؤسسات الطبية في الشمال السوري أي خطة للتوجه نحو رفع عدد الفحوصات، أيضا رفع عدد الكوادر الطبية أو افتتاح مشافي جديدة أو رفع عدد الأسرة، وأيضا ضبط الإيقاع بالتعاون مع المجالس المحلية والمعنيين في المناطق الخاضعة للمعارضة فيما يتعلق بنشر التوعية وعدم الاستهتار بهذا الفيروس؟ يعني أسألك عن الخطة بشكل عام. تمام. نعم تماما، هو جوابي سيكون عن الخطة. الخطة أساسا وبشكل مختصر تتضمن افتتاح 6 مشافي عزل، افتتح منها 4 كما ذكر أخونا دكتور وسيم، وهناك مشفيين بصدد التجهيز، واحد في سلقين والآخر في دارة عزة، وبصدد افتتاح 30 مركز عزل مجتمعي. السعة الإجمالية للمشافي الستة هي حوالي 180 سرير عناية مشددة مع أجهزة تنفس اصطناعي. قامت الـ WHO أو توعدت منظمة الصحة العالمية بتأمين 90 منها، تم إدخال 70 منها لحد الآن، في حين مراكز العزل المجتمعي ستكون بسعة إجمالية 1560 سرير. للأسف هناك بطء في افتتاح مراكز العزل المجتمعي بسبب صعوبة تجهيزها، فلحد الآن تم افتتاح 3 فقط، وهناك 3 أخرى قريبا جدا إن شاء الله ستكون ضمن العمل.
المراكز العزل المجتمعي طبعا هي للحالات الخفيفة والمتوسطة وبالتالي ليس فيها عناية مشددة، في حين الحالات الشديدة والحرجة أو الأكثر شدة تكون في مشافي العزل وبالتالي هي التي تتطلب عناية مشددة. الاختبارات حقيقة هي أهم تحدي بالنسبة لنا بالإضافة لمعدات الوقاية والحماية الشخصية. بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تم إدخال حوالي 10,000 كمامة طبية للكوادر الصحية مع كمية جيدة من مواد التعقيم والكفوف، ولكن هذه فقط تكفي للكوادر الصحية ولفترة محدودة حقيقة، في حين أن المجتمع بشكل عام لا يمكن أن يتم تأمين كمامات له وخاصة من النوع الطبي وخاصة إذا كانت من ذات الجودة العالية، ولكن كما تفضل الدكتور يحيى يكفي على الأقل الكمامات القماشية. الرسائل التوعية تتم عن طريق فرق توعية، كما ذكرت في البداية أن الخطة تتضمن 8 أعمدة، واحدة منها هي التوعية المجتمعية وهناك الاختبارات والتقصي، هناك إدارة الحالة، هناك العمليات اللوجستية، هناك المعابر ونقاط العبور، فهناك لدينا 8 ركائز أساسية للخطة، واحدة منها طبعا وهي الأهم كما ذكرنا في البداية هي التوعية المجتمعية، فتم تدريب كافة الكوادر الصحية على إجراءات الحماية وتم تدريب كافة عمال الصحة المجتمعية على كيفية اتخاذ التدابير الوقائية وتعليمها للمجتمع، بالإضافة إلى نشر عبر كافة وسائل التواصل المتاحة عبر قناتكم الكريمة مثلا وكثير من القنوات الإعلامية الأخرى، عبر مجموعات الواتساب، عبر قنوات التليجرام، عبر صفحات الفيسبوك تويتر إلى آخره، فنحاول استغلال ما يمكن استغلاله من وسائل التواصل والقنوات الإعلامية. تبقى الاختبارات هي الثغرة المهمة حقيقة. لحد الآن يوجد لدينا فقط 5,000 تحليل، تم استهلاك 2,500 منها، هذا الرقم جدا قليل طبعا عندما نقول، ولكن أيضا يوجد بطء. هل تخالفني الرأي دكتور رامي؟ يوجد بطء يعني بطلع. إن كان يوجد 5,000 تحليل نعم. واستخدم منهم 2,500 خلال 5 شهور أو 4 شهور، إذن عملية بطيئة بعض الشيء، أليس كذلك؟ طبعا، وهذا طبيعي جدا وهذا صحيح جدا في سياق مثل السياق الذي نمر به لأن الموارد قليلة. فتخيل لو تم استهلاك 5,000 تحليل خلال أول أسبوعان مثلا ولم نتمكن من استجلاب غيرها، وخاصة ضمن القيود الموجودة على سلاسل الإمداد العالمية وصعوبة تأمين هذه الكتات، إضافة إلى أن هناك كثير من المصانع تصنع منها بجودة منخفضة حقيقة وبالتالي يكون ضررها أكبر من نفعها، وبالتالي تأمين كتات للتحاليل بجودة جيدة وبكميات كبيرة يتطلب وقت كثير. في حالة المنطقة لم يسجل فيها أي إصابة نقوم بإجراء الاختبارات فقط للحالات العرضية الواضحة، دعنا نقول. طيب على ضوء هذه الأولى يتم اختبار. نعم، على ضوء هذه التطورات، هل تم التواصل مع منظمة الصحة العالمية على سبيل المثال لتأمين المزيد من الكتات أو لرفع هذه القيود التي تتحدث عنها دكتور رامي؟ طبعا التواصل على مدار اللحظة والاستنفار بدأ منذ أول لحظة لإعلان الحالة، وأساسا كان هناك اجتماع دوري كل 3 أيام للفريق العمل أو التاسك فورس المخصص للاستجابة للكورونا من قبل الصحة العالمية. اليوم تحديدا صباحا كان هناك أحد هذه الاجتماعات، فوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة ستسعى إلى تأمين ما لا يقل عن 2,000 تحليل إضافية، وكذلك منظمة الصحة العالمية وعدت بتأمين 10,000، ولكن كما قلنا المشكلة هي في بطء استجلاب هذه التحاليل، فمن المتوقع أن يصل بعض يعني على الأقل 2,000 أو 3,000 تحليل مع نهاية شهر تموز، وهذا سيرفع القدرة التحليلية، إضافة إلى أن هناك ضمن الخطة يعني نية لافتتاح مخبرين إضافيين على الأقل أو 3 على الأكثر في كل من عفرين وجرابلس وعزاز. في عزاز ستكون وزارة الصحة هي المسؤولة عنه، في حين في عفرين وجرابلس ستكون منظمة الصحة العالمية هي المانح له مع أو بالتعاون مع منظمات سورية، وعندما يزداد عدد المخابر يصبح لدينا إمكانية في استجلاب أو في طلب عدد أكبر من التحاليل، لأنه في حال وجود مخبر واحد فقط له قدرة استيعابية قصوى في عدد التحاليل لا تتجاوز 190 تحليل في أحسن الأحوال في اليوم الواحد، وبالتالي حتى لو كان عندنا عشرات الآلاف من الاختبارات لكن لن يمكننا أن نقوم بإجراء أكثر من 190 تحليل في اليوم، أما عندما يزداد عدد المخابر يمكن أن تصل السعة إلى 700 أو 800 تحليل يوميا. نعم الدكتور يحيى، ما صحة الحديث عن أن تأثير فيروس كورونا على مواطني الشرق الأوسط ربما يختلف عن تأثيره على مواطني أوروبا أو مواطني أمريكا؟ نعم سيدي، هذا ما شاهدناه لحد هذه
ساعة بأن الفيروس يعني انتشر في الصين وفي جنوب آسيا، والدول الآسيوية أقل تضررا وأقل إصابة، ومرورا بالخليج العربي الدولة الأكبر تضررا هي إيران والعراق، مرورا بتركيا ومن ثم إيطاليا. فالنسخة الأوروبية التي هي كما تفضلت في الأول بأنه تغيرت وأصبحت أكثر شراسة وتقريبا 10 مرات في سرعة تكاثرها، و27 مرة في سرعة التواصل من شخص إلى آخر، والبحث الذي انتشر و 30 أخصائي عالمي بعثنا كلنا برسالة إلى المنظمة العالمية للصحة بأننا أثبتنا بأن الفيروس إذا إنسان عطس أو سعل أو تكلم وهو في غرفة مغلقة حتى وإن كانت غرفة للرياضة، فستستطيع هذا اللعاب أن ينقل الفيروس قطرات الفيروس إلى تقريبا أمتار عدة أمتار في القاعة. ومن هنا كما تفضل الأستاذ رامي بأنه تغلق كل قاعات الحفلات وقاعة الرياضة المغلقة وكل اجتماعات الاجتماعات للإدارات والسلطات توقع عن طريق الزوم أو طريق الانترنت أو طريق سكايب حتى نتفادى هذا. فهذه النظرة الأولى. النظرة الثانية سيدي الكريم، وهذه طرحتها كذلك أنا وكل دراسة دول العالم تدرسها اليوم، ربما هذا الفيروس يصيب بعض الأشخاص أو بعض بعض الأشخاص، نعم، على حسب التركيبية النسيج التوافقي، ما يسمى الاستوكومباتيبل أنتيجين، هو في كل خلايانا وخاصة المناعية لأنها تركيبة، فربما فيه تركيبة خاصة للمواطن العربي بالفرق للقوقازي وللآسيوي وللون الأسود. فربما عندنا هذا خبرة في عدة فيروسات، أنا درست مثلا عندنا فيروس آخر ما يسمى بالبارفو فيروس الذي يتنقل كذلك عن الجهاز التنفسي ويعطي نقص حاد في الدم وأنيميا، ودرسته ووجدنا بأنه كذلك يصيب الأشخاص على حسب هذه التركيبة النسيجية التوافقية. فربما هذا رجع لهذا كذلك، وفي ربما عامل آخر لأنه نحن بالنسبة للعالم العربي المسلم الذي ربما فيه الوضوء، فالوضوء ربما يطهر الأنف من هذا الاستنشاق للفيروس، لكن هذا يبقى ضئيلا. العوامل العلمية يعني الأساسية هي مكونات الفيروس وتغيره والمكون التوافق النسيجي، هذا من ناحية. الناحية الثالثة التي أصبحت اليوم خلت كل العالم وحتى المنظمة الصحة اليوم أطلقت إنذار بأنه سوف يتكاثر بسرعة، وحتى اليوم رأينا بأنه تقريبا المنطقة الشمالية السورية كانت كالمناطق الإفريقية ما وراء الصحراء أقل ضررا وأقل إصابة. لكن سيدي الكريم يعني يكفينا شخص واحد يدخل إلى منطقة وهو معدي فيستطيع أن يعدي قرية ومن قرية مدينة ومن مدينة إلى منطقة. فاليوم ما هو نترقبه، هل هذا الفيروس سوف يعاد إلى أو يعود عفوا إلى إفريقيا من جنوب أمريكا اللاتينية التي هي في القرب بالنسبة للاستواء وسوف يعديها، وكذلك سواء ربما من أستراليا. فهذا ما نتخوف منه اليوم، وربما نحن لا قدر الله يعني في المستقبل القريب ربما في الفصل القريب تكون موجة ثانية بسبب انتشاره بشدة على كل القارات، وما يفوق 200 ما يفوق 190 دولة أصيبت. فالتدارس الفيروس ما زال جاري، والعلماء ما زالوا يدرسون الفيروس ومكوناته وتطوراته، يدرسون الحالات الجديدة وأثره، ويدرسون مكونات اللقاح كيف سوف يكون اللقاح، هل اللقاح سوف يحمينا من كل نسخ الفيروسات التي تكاثرت أو إلا بعض منها. فهذا في يعني طور الدراسات اليوم. لكن ما أريد أن أوجهه وذكره الأستاذ وسيم والأستاذ رامي هو كيف نحمي إخواننا الطب والممرضات في شمال سوريا في المناطق، كيف نحميهم؟ لازم على أن نبقى كل ما هي الألبسة الأولى والألبسة الثانية كما نراها في الصورة حاليا في الشاشة الكريمة، كيف نترك الأقنعة التي أقنعة طبية للطاقم الطبي، ونوصي ووجه ندائي لكل شعبنا السوري في الشمال، الأمهات عليكن بدوركن المهم للحفاظ على أنفسكن وأنفس أولادكن وأزواجكن وأهلنا السوري في المنطقة الشمالية، أن تقومين بواجبك أيتها الأخت الكريمة السورية العريقة الأبية أن تخيطين الأقمشة الأقنعة من قماش حتى ومن عباءة، تأخذين عباءة وتخيطين
بما يكفي على الأقل قناعين لكل شخص فرد في العائلة، حتى عندما ينزع الأول يغسله ليطهره بالماء والصابون يستعمل الثاني، وعدم الخروج إلى الأسواق إلا فرد واحد من العائلة، وعدم الاجتماعات في الأحياء وفي المخيمات، نبقى منعزلين حتى يرفع عنا إن شاء الله الله سبحانه وتعالى هذا الوباء في المناطق إن شاء الله. نعم دكتور وسيم، ما مخاطر الاستهتار بهذا الملف حيث يمكن أن يحدث ارتباكا في الطواقم الطبية، وأول مصابين كان من الطواقم الطبية بفيروس كورونا في الشمال السوري؟ الحقيقة يعني إصابة الكوادر الطبية هي مشكلة خطيرة، لأنه عدد الكوادر الطبية الموجودة في المناطق الشمالية غرب سوريا هي يعني عدد قليل أصلا جدا. قليلة نعم. نعم، وهناك اختصاصات نادرة يعني يكاد يكون فيها طبيب واحد، مثلا مثل أمراض الكلية يوجد لدينا طبيب واحد فقط في كل شمال غرب سوريا، فلا سمح الله إصابة أي طبيب أو أي شخص من الكادر الطبي ستسبب نقص في يعني الرعاية الطبية للمرضى. الحقيقة الكارثة الأكبر هي زيادة عدد الوفيات التي ستكون يعني مفجعة في حال تفشي هذا الفيروس، خاصة بالمخيمات المكتظة بالسكان أو حتى المدن يعني الكبيرة التي تحوي عدد كبير من النازحين، قد نجد في المنزل الواحد أكثر من 25 شخص مثلا. فهذه المشكلة صراحة نحن نخشى يعني بعد مرور حوالي 8 أسابيع على حسب الدراسة اللي أنجزها مركز المعلومات في مديريات الصحة، لا سمح الله في حال تفشي الفيروس بعد حوالي 8 أسابيع احتمال نصل إلى النقطة التي ينهار فيها النظام الصحي، ولم يعد هناك أسرة كافية لقبول المرضى في المشافي، وبالتالي قد يعني يتوفى الكثير من الناس دون يعني الوصول إلى الرعاية الطبية. بحسب متابعتك دكتور وسيم، كيف تجد انتشار الكمامة وانتشار مظاهر الوقاية في الشمال السوري، وهل هناك مبادرات تشهد إقبالا في هذا السياق؟ والله يعني للأمانة يعني البارحة تجولت في مدينة إدلب، لاحظت أنه هناك يعني لبس للكمامة بشكل جيد، يعني بنسبة تقريبا 10-20%، لم أكن أتوقع أنه يعني ذلك. هناك انتشار لكمامات قماشية بشكل كبير جدا، يبدو في بعض المنظمات بمخيمات الشمال سوريا، مخيمات الأيتام، يبدو أن هناك مشروع لصناعة كمامات قماشية منتشرة جدا في مدينة إدلب. نسأل الله أنه يكون في مبادرات أخرى أيضا يعني بحيث تكفي الناس في الوقاية. دكتور رامي كنزي، أختم معك بهذا السؤال، تعليق أخير حول الموضوع، وأيضا كيف تجد المبادرات للمنظمات والمؤسسات والهيئات الطبية في الشمال الغربي لسوريا فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا، أو فيما يتعلق بإيجاد أمثل الأساليب الوقائية لا سيما داخل المخيمات؟ هل هناك خطة لديكم أيضا كحكومة مؤقتة لتوزيع المزيد من الكمامات، أو لإجراء كشوفات على هذه المخيمات، أو زيارتها على الأقل للإطمئنان عليها؟ شكرا لكم. حقيقة الجميع من العاملين في القطاع الصحي لم يعني يوفر جهدا في الاستجابة لهذه الجائحة، حتى من قبل ظهور الحالات الإيجابية فكان الجميع سباقا في يعني التزويد بالفرق التطوعية والمعقمات وإجراء حملات توعوية إلى آخره. بالنسبة للكمامات والمخيمات، نعم المخيمات هي البيئة الأكثر خطرا، لأنها بيئة لا يمكن ضبطها حقيقة ولا يمكن ضبط العدوى فيها، ومع ذلك لا نقول أنه مستحيل، دائما نراهن على الوعي المجتمعي، ولا قدر الله إذا ظهرت حالة في مخيم ما فسيكون احتمال إغلاق المخيم كاملا هو احتمالا واردا جدا. الحكومة المؤقتة تسعى لتأمين ما لا يقل عن 60,000 كمامة قماشية مخصصة لسكان المخيمات، وسينطلق المشروع بإذن الله قريبا جدا. شكرا جزيلا لك مدير البرامج في وزارة الصحة بالحكومة السورية المؤقتة الدكتور رامي كلزي، كنت معنا من غازي عنتاب، شكرا لك. أشكر أيضا الدكتور وسيم زكريا المتخصص في الأمراض الباطنية في المشفى الوطني بإدلب، كان معنا من الداخل السوري عبر خدمة سكايب من إدلب، شكرا لك دكتور وسيم. ولا أنسى أن أشكر الدكتور يحيى مكي الخبير بالأمراض، نعم شكرا لك الدكتور يحيى مكي،
الدكتور المتخصص في علم الفيروسات وخبير في منظمة الصحة العالمية، كنت معنا عبر سكايب من مدينة ليون الفرنسية. شكرا لك على هذه المعلومات. مشاهدين أشكركم أيضا على حسن المتابعة، تابعونا على سيريا دوت تي في. لكم مني ومن فريق العمل أطيب تحية، إلى اللقاء.